اخي العزيز، الاجهزه والخطا اللي موجود في العراق وحكينا به كثير، يعني انه التحقيقات تكون بيد الاجهزه الامنيه واللي تمارس التعذيب، نفس التعذيب الموجود في زمن النظام السابق بنفس العقليه كثير، ما زال موجود هذه الجرائم. وبالتالي يعني نعم طبعا في ظل وجود رئيس يعني وزراء كان وزيرا لحقوق الانسان سبيدهم التاريخ. نعم انا وياك أنا يعني كلام استاذ يحيى واستاذ هادي صحيح بان هناك من هم محصنون في العراق. يا اخي محصنون كل العالم، امريكا محصنين، بكل العالم ترى محصنين، في ايران، في تركيا، في السعوديه، كل اكو ناس محصنه. يعني هذا شيء ثابت، احنا مو بلد، يعني احنا مو بلد الكمال، احنا مو يم رب العالمين. اكيد طبعا اكو ناس عندها قوه وعندها نفوذ وعندها فلوس وعندها ميليشيات وعندها، اكيد طبعا اكو ناس عندهم قوه، يعني اكو ناس محصنه طبعا. الانسان العادي البسيط مو مثل حتى الدواعش كان كثير من الدواعش المجرمين الحقيقيين، الدواعش كثير من عندهم كان يروحون يلزموهم وبعدين يطلق سراحهم، الدواعش تدفع فلوس وطلعوا كثير من الناس، طلعت وكثير من الابرياء، الناس الابرياء حكم عليهم، لكن المحاكم القضاء بالنتيجه يعني عاد التحقيقات وافرج عن المئات من الناس الابرياء الموجودين، من الناس الابرياء في المنطقه الغربيه في هذه المنطقة.